جميل جميل هذا الأداء، وجميل صوته ما شاء الله، الله يبارك. صوت جميل يأتينا من الشام، من دمشق. يعني هذا الصوت أنا حضرت له يعني عديد الفيديوهات، كل ما تسمع إلا تزيد يعني نشوة واستمتاعا بصوته. فادي زرقاء مباشرة إلى سوريا. مساء النور فادي. يسعد مساءك أستاذ مجيد، ومساء هذه الإذاعة العظيمة وهذا الشعب العظيم أيضا. شكرا ليك، منورنا الليلة، وأنا مستمتع بموشح ملأ الكاسات، أنا والفريق اللي معايا طبعا موجودين معايا في الإذاعة. الله يبارك في هذا الصوت يا فادي. الله يخليك يا أستاذ، والله شرف لي إني أتواجد معكم بهذا المساء، ويعطيكم ألف عافية على كل جهودكم بكافة الحلقات وبكافة البرامج دايما. يعيشك يا سيدي. شنو أحوال الفن عندكم وخاصة مع فادي؟ يعني هل إنه الفترة هذه فترة إنتاج، فترة حفلات، شنو عامل الفترة هذه؟ والله في هذه الفترة حاليا وهي السنة كانت الحمد لله مليئة بالإنجازات. ابتدت هذه السنة بالسفر إلى دبي للمشاركة بإكسبو 2020 مع الأستاذ إياد الرماوي، ثم قمنا يعني كنت مشارك بحفل الذكرى السنوية للراحلة مياده بسليس بالشهر الثالث من بداية هذا العام مع الأستاذ سمير كويفاتي، وحفل كان بقيادة المايسترو عدنان فتح الله، حيث كان يعني الظهور الأول إلي في هذا الحفل لنقدم لأول مرة أغنية للراحلة مياده بسليس بعنوان أيام الفرح التي تم إنتاجها هذه السنة، وثم تلتها يعني أغنية أيضا للراحلة مياده بسليس بعنوان رسالتي إلى مياده، والأغنيتين كانت من ألحان الأستاذ سمير كويفاتي، نعم. بالإضافة إلى المشاركة يعني من فترة قصيرة مع الأستاذ طاهر ماملي بالحفلات التي أقامها بدمشق يعني بالشهر السابع والثامن والتاسع بكل من دمشق وحلب واللاذقية. نعم ممتاز. يعني فترة حفلات الفترة هذه الماضية كلها، وبربي تحية طبعا للرائع سمير كويفاتي، تحياتي ليه سمير طبعا، وميادة بسيريس اللي كانت معنا أكثر الله من مرة عبر إذاعة تطاوين الله يرحمها، وخلت يعني رصيد هائل من الله يرحمه. الأغاني، وأيضا جمهور رائع يحبها برشا. فادي الأول مرة معانا، يعني فادي هل إنه اختصيت في هذا اللون تحديدا؟ أنا حسيتك يعني ميال أكثر للطربي أكثر منه نمط آخر غنائي. والله للصراحة يا أستاذ مجيد، هو نحن بالأساس بالمعهد العالي للموسيقى يعني المدارس اللي بنتعلمها للغناء هي تكون المدرسة الحلبية أكيد، بالإضافة للمدارس المصرية، ولكن أنا تأثرت أكثر شيء يعني تأثري كان بالمدرسة الحلبية وبالألحان الحلبية، إن كانت ألحان الراحل عمر البطش أو صباح فخري أو غيرهم وغيراتهم، بس يعني أنا قادر كمان على الأداء باقي الألوان أيضا، إن كانت اللون الألوان يعني المنطقة العربية بشكل عام. نعم، شو رأيك؟ خلينا نسمع صوت لايف الليلة معاك فادي، شو تقترح علينا بصوتك؟ يعني في لون محدد؟ لا 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 لا، احنا ضيوفك، احنا ضيوفك، وانت شنو تقدم لضيوفك بصوتك؟ الله يخليك. عايشك. والله نقدم بداية موال أشكي لمين الهوى اي للأستاذ عبد الوهاب. طبعا، اي يلا معاك الليلة. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي
يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني. لو فادي معناه لو فم إمكانية يا فادي وندلوا عليك الليلة. الله يخليك يا أستاذ، عايشة والله يعني أنا يعني منايل الصراحة أن يكون متواجد بهذا البلد العريق، صدقني. ان شاء الله ان شاء الله تعيش، وان شاء الله ربي يحفظك وربي يزيدك توفيق ونجاح يا فادي، لانك على خطوات ثابته وحلوه ورايعه. باهي، شنو رايك خلينا نسمع شويه من الكاسات لايف شويه من عندك؟ اوكي شكرا صديقي. عايشك يا فادي. ملا الكاسات وسقاني يا ليل نحيل نحيل الخاصر والأدي آمان آمان يا للي يا ليل نحيل نحيل الخاصر والأدي آمان أماني يا لالي حياة الروح في لفظ يا ليل سبا سباني لحظ الهندي أمان أمان يا لالي يا ليل نحيل نحيل الخاصر والأدي أمان أمان يا لالي. الله يا سيدي، الله يبارك. الله يبارك فيك يا أستاذ. عايشك، إن شاء الله تعيش. طبعا فادي نعرف أنا خاصة توا في أحنا في على مشارف نهاية 2022، ألوان غنائية متعدة على مستوى الوطن العربي، تسمع هذا اللون وتسمع هذا وتسمع هذا، لكن أين هذا اللون من كل الألوان الموجودة؟ يعني سبحان الله، يعني هذا عنده سميع وعنده ناس تسمعه بالحق. وين احنا حاليا؟ والله يا استاذ يعني اللي بدي اقوله انه بكل عصر من الزمان دائما بيطلع الوان جديده والوان قديمه، يا اما بتتطور او في حال اذا ما تطورت فهي مع الاسف احتمال انها تندفن، على الرغم من جمالها وعلى الرغم من تاثيرها الواضح بشريحه كبيره من الجمهور. للأمانة الفن الحلبي هو بالتأكيد لن يندفن، وإنما هو مستمر على الرغم من شعبيته يلي بجوز هي عم تقل مع مرور الزمن، ولكن يعني حاليا في ألوان جديدة كتير عم تطلع، منها الباهت ومنها يلي ما حدا بيعرف شو مصيره يا أستاذ. واضح، هذا هو، لأنه سبحان الله راهو ما يصح في الأخر إلا صحيح صديقي. وأنا متأكد أن حتى ولو أن قلت الإنتاجات وأن بقينا ممكن مقتصرين شوية على الإنتاجات السابقة وما قدمه طبعا مجموعة الفنانين سواء الموجودين أو اللي رحلوا وخلوا هك الموروث الكبير طبعا من الأغاني اللي تمت إعادتها، وفما لي حتى تصرف ممكن فيها بطريقة ما موسيقيا وتوزيعيا، لكن الأصل ديما هو المنبع الكبير. هذاك علاش فادي يعني مع هذا أنا فما إنتاجات الفادي زرقة ولا فقط بما أنه أنتم يعني خريجي هذا المعهد الكبير الخاص بالموسيقى في دمشق، يعني تقتصر فقط على الإعادات؟ والله هلا للصراحه نحن مع الاسف لا يوجد اي من شركات الانتاج التي يعني
يلي هي ناطرة أنها تدعم خريجي هذا المكان. يعني إن كان من موسيقيين أو كان مغنيين، مع الأسف يعني نحن حاليا بأمس الحاجة إلى هذه الفرصة يلي تدعم ترسيخ الفن الأصيل مهما كان. يعني أنه نحن اليوم قادرين بالوطن العربي أنه نحن بمواهب موجودة أننا نحن نقدم فن جديد، ولكن بطريقة أكاديمية، بطريقة تبني من المستمع ولا تهدمه، من إن كان من ناحية المعنى أو من ناحية اللحن. فنحن اليوم مع الأسف نفتقر بين قوسين إلى 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 شركات الإنتاج التي تضيء على هذا النوع من الفن. إن شاء الله يا أخويا الجاي يكون أحسن يا فادي، وآملين خيرا، يعني آملين خيرا في المستقبل بإذن الله. إن شاء الله زاد الشام وسوريا، إن شاء الله ديما خير. وأنا حبيت اليوم تحية من تونس لسوريا بوجودك أنت معنا، وتحية طبعا لكل الفنانين اللي موجودين غادي زاد وخارج أرض الوطن. حبيت نشكرك برشا على تلبية الدعوة كأول لقاء يجمعنا مع بعضنا فادي. الله يخليك مصر. الله ينور. أنا مش خليك كلمة لك أنت، لأنك رائع بروعة إحساسك وبروعة أدائك يا فادي. الله يخليك ويعني ويديم عليكم المحبة دائما. يعني عايز. أهل تونس معروفين بالمحبة وبالصدق، فأنا بتشكر كتير لاهتمامك ولتقديرك. يعني شكرا كتير كبير. العفو يا سيدي، إن شاء الله ديما موفق وديما نسمع هذا الصوت يا فادي. يعطيك الصحة. آمين يا رب. عايشك يا سيدي. شكرا لك، تحية للعائلة كل. شكرا شكرا. سهرة طيبة. نرجع نسمع فادي من عنا ونستمتع بصوته.